في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الخوخ إن شاء الله. مرسلة فيك. كيف ترى لقاء الخور وتحضيراتكم ليه؟ والله أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، مباراة الخور يعني أعتقد أن مثلها مثل كل المباريات المتبقية، مباراة جدا مهمة لكن تزيد أهمية عن المباريات ضد الفرق الأخرى، بحكم أن هم الفريق اللي ينافسنا على المركز 11 والأخير. الحمد لله احنا بعد التعادل الأخير يعني كمعنويات الحمد لله المعنويات عالية، متفائلين ان احنا قادرين ان نطلع بنتيجة إيجابية من مباراتنا ضد الخور اللي راح تنلعب على تفاصيل دقيقة، المطلوب يعني التركيز طول فترة المباراة. الفريق الأقل أخطاء والأكثر تركيز والأكثر رغبة للحصول على 3 نقاط أظن هو الفريق اللي راح يكون الجدير بذلك إن شاء الله. كيف ترى الأجواء داخل الفريق؟ الحمد لله، خصوصا بعد المباراة اللي قدمناها ضد نادي الدحيل، طبعا الكل متفاجئ من الأداء ومن النتيجة اللي طلعنا بها، بحكم إن احنا صار لنا تقريبا 8 مباريات كلها هزائم ما سجلنا ولا هدف. أظن مباراة الدحيل بشكل عام غيرت من الجو في الفريق، من لاعبين من طاقم فني من إدارة، أصبحت في ثقة في إمكانيات الفريق إن احنا قادرين على أن احنا نتخطى المرحلة اللي احنا قاعدين نمر فيها بإذن الله. إن شاء الله بالتوفيق يا كابتن. ياك إن شاء الله.